بيان جديد من دائرة الهجرة التركية حول الناس اللي ألقوا في تركيا بسبب فيروس كورونا. مرحبا أصدقائي، وياكم حارث المهندس. طبعا صدر بيان من دائرة الهجرة التركية قبل يومين، واللي ذكرته أنا بالفيديوهات السابقة، ولكن الكثير من الأسئلة وصلتني عليه ومدى يفتهموا هواي ناس، فحبيت أوضحه في هذا الفيديو، وهو أنه دائرة الهجرة التركية أصدرت بيان أنه أي شخص ألق في تركيا بزمن فيروس كورونا، يعني بالوقت اللي يتوقف به الطيران وما قدر يرجع إلى بلده، فراح يتم السماح له انه ما راح يطوا غرامة ولا راح يطوا منع ولا راح يفرضون عليه اي شيء، بشرط انه يغادر تركيا في الوقت اللي ينفتح به الطيران. يعني مثلا هسه انفتح الطيران مثلا للعراق، صارت اكو رحلات مثلا للعراق، فلازم تغادر تركيا خلال 30 يوم من تاريخ فتح الطيران. مثلا انفتح الطيران على بريطانيا قبل اسبوع، فانت عندك بعد 3 اسابيع حق لك بها البقاء في تركيا، وبعدها لازم تغادر تركيا، والا سيفرض عليك غرامات ماليه واداريه. يعني راح تدفع اولا غرامه ماليه، ثانيا احتمالي كبير جدا انه يصير عليك منع، مدة المنع غير معلومة حسب القانون 492. هذا الكلام يشمل الناس اللي فقط دخلوا لتركيا قبل ما ينغلق الطيران باسبوع، بعشرة ايام، باسبوعين، يعني ما متجاوزين الفترة القانونية لهم، وعلقوا بسبب هذا الفيروس. فحاليا مثل ما وضحت انه لهم 30 يوم من تاريخ عودة الطيران الى بلدانهم حتى يغادرون تركيا. اما الناس اللي هم اصلا قبل فيروس كورونا وقبل لا يتوقف الطيران، يعني قبل ما اصلا يتوقف تاريخ الطيران، وكانوا مخالفين ويعني تجاوزوا المدة القانونية، فهذول ما يشملهم هذا القرار، هذول راح يعني ينفرض عليهم غرامات مالية ومنع عندما يغادرون تركيا. والسؤال اللي الناس كلها سألتني هو أنا إقامتي خلصت وأنا خارج تركيا، شو أسوي؟ ما عندك أي حل غير أنه تنتظر الطيران ينفتح من بلدك، وبعدها تحجز فيزا سياحية كأنما تجي يعني أول مرة تركيا تسوي فيزا سياحية، وبعدها من توصل لتركيا تجدد إقامتك أو تعمل وحدة جديدة. ما عندك أي حل ثاني. القرار اللي طلعوه بخصوص أهل الشركات وأهل العقارات اللي عندهم تعامل ويا محامين أتراك، فهذول المحامين الأتراك يقدرون يجددوا لك الإقامة، ولكن لازم يعني حصرا عن طريق محامي تركي. هذا فيديو سريع حبيت أوضح لكم بهذا الموضوع، لأن هواي أسئلة وصلتني عن هذا الموضوع، والناس ما يفتهمون ولا يعرفون الفرق بيناتهم، فإن شاء الله تكون وصلت الفكرة. أهم شيء أكيد إنه ما تنسون تشتركون بالقناة وتنضمون لعائلتنا وتحطون لايك هذا الفيديو حتى يصعد هذا الفيديو ويوصل للناس أكثر وتعم الفائدة. خليكم في بيوتكم وحافظوا على نفسكم، ويا رب نشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.